اليوم انه رئيس الجمهوريه لا يصادق على الكثير من الاحكام، لانه احنا في القانون العراقي بعد ان تنتهي المحاكمه واكتساب الحكم الدرجه القطعيه في الاعدامات يجب ان يكون هنالك مصادقه رئيس الجمهوريه. زين. فما لم يصادق رئيس الجمهوريه فتبقى الامور معلقه ويبقى السجين هذا منعم ومرفه في السجن الى ما لا نهايه الا اذا كان هنالك مصادقه. المصيبه انه هذا راح يكون معلم، اذا واحد داخل بجنحه للسجن او قضيه تفصل. بسيطه. نعم. وعاشر عتاد المجرمين وارهابيين وبلاوي زرقاء وبلاوي سوداء، ما هذا صار حاله حالهم، هذا شلون ممكن ازجه مباشره؟ لا وين مرحله الاصلاح والتاهيل؟ هنا لازم انه نقول اكو امور جيده، هم احنا اكو امور سوداويه واكو امور جيده يجب ذكرها. اليوم انه في سجن الناصريه حصرا الارهابيين يكونون موجودين، يعني ليس في كل السجون، يعني لا يتواجدون في سجون بغداد وباقي المحافظات، تم عزلهم نهائيا في سجن خاص فيما يخص قضايا الارهاب، فبالنتيجه هم لا يكون لهم اختلاط مع باقي المحكومين.